من روما ينضم إلينا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بك دكتور فؤاد. إذن فشل أخلاقي كارثي يتحدث عنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كيف سيؤثر على جهود محاربة الفيروس عمليا؟ هل يكفي تحصين الدول الغنية أم لابد من تحصين عالمي حتى يمكننا السيطرة على الجائحة؟ تحياتي للجميع. السؤال مهم. ليش؟ لأنه من أيام مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية نطالب من منظمة الصحة العالمية ومن الاتحاد الأوروبي بتوفير اللقاحات إلى جميع الدول في العالم، لأنه لازم نأخذ في عين الاعتبار ثلاث نقاط مهمة. أول شيء، عشان نقاوم الفيروس في العالم لازم نوصل 70% من سكان العالم عملوا تطعيم مع لقاحات مفيدة وأمينة وبدون أعراض جانبية ضد الفيروس ومرض الكوفيد. ثانيا، للأسف اليوم مش موجود ترخيص لكل اللقاحات التي نتكلم عنها. في الفايزر والموديرنا في أوروبا، في الأيام القادمة سوف يتم ترخيص لقاح جامعة أوكسفورد. في أوروبا لا نستعمل لقاح الصيني واللقاح الروسي وجونسون جونسون. ثالثا، في الدول الفقيرة والغير غنية صعب نوصل لقاح فايزر وموديرنا لأنه صعب للتخزين، صعب للاستعمال. إحنا في إيطاليا هسه هنا تقريبا أزيد من 1,200,000 شخص اللي سووا تطعيم كلهم في المستشفيات في لقاح فايزر، وفي المدة الأخيرة لقاح موديرنا، بس صعب نوصل للدول عنا العربية والفقيرة. نعم، مش كل إذا دكتور عودة في ظل استعمال. نعم دكتور عودة، يعني إذا في ظل صعوبات مالية وصعوبات لوجستية حتى تواجه الدول الفقيرة في الاقتناء بعض هذه التطعيمات مثل لقاح فايزر الذي يحتاج إلى حاويات خاصة بدرجة تبريد ربما تقنيات لا تملكها هذه الدول الفقيرة، ما هي الخيارات الممكنة أمام هذه الدول لتطعيم أبنائها؟ نعم، حسب رأيي استعمال لقاح جونسون جونسون، لقاح جامعة أوكسفورد، اللقاح الصيني واللقاح الروسي لازم كان منظمة الصحة العالمية، لأنه للأسف فيش عندنا متوفر كثير من اللقاحات. نتكلم عن 6 لقاحات لازم في أسرع وقت ممكن منظمة الصحة العالمية كانت تعمل بحث بأمانة هذه اللقاحات، وفي نفس الوقت تعطي جواب للدول باستعمالها. لأنه بنقدر بنشوف أنه في مصر يستعمل اللقاح الصيني، في أوروبا لا يستطيع استعمال اللقاح الصيني، في بريطانيا نستعمل لقاح جامعة أوكسفورد، في أوروبا لم يعطوا له ترخيص. هذه الأشياء وهذه المعلومات اللي غير متوفرة في جميع الدول وفي شكل منظم من منظمة الصحة العالمية، للأسف بيزيد نسبة الأشخاص اللي ضد اللقاحات. اليوم وصلوا تقريبا من 40 ل 60%، بتعلق من دولة لدولة. عشان هيك حسب رأي منظمة الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن، بدل ما تعمل هذه التصريحات، إنها تعمل ترخيص للقاحات اللي متوفرة وأمينة وسهلة للاستعمال وبعثها إلى الدول العربية والدول الفقيرة والدول. نعم، ولكن هناك مشكلة أخرى دكتور فؤاد ربما تتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذه الشركات، كميات اللقاحات التي تنتجها هذه الشركات يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. ما وجاهة الحديث ربما عن أن تعطي هذه الشركات، أن تتخلى عن براءة الاختراع، حقوق الملكية الفكرية، لتستطيع هذه الدول الفقيرة ولكن لديها بعض الإمكانيات لإنتاج هذا اللقاح بنفسها؟ نعم، نقطة حساسة. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف أنه الفايزر
في اوروبا ينتج فقط من شركه موجوده في بلجيكا. الفايزر هسه كانت لاوروبا انه تقريبا من 25 ل 30% من الكميه اللي كانت بدها تعطيها لاوروبا سوف لا تكون جاهزه. في ايطاليا تقريبا 162 الف جرعه، وهذا له وزن كبير للتطعيم. عشان هيك حسب رايي زي الاقتراح اللي انت تفضلت فيه، واحنا نقول انه الاقتراح السليم انه تعطي صلاحيه ودعم مادي انه ينتج اللقاح في كثير من الدول اللي عندها استعداد انتاجه، زي ما شفت دول عربيه اللي عندها استعداد انتاج هاي اللقاحات نعم وتوفيره للدول الافريقيه والدول العربيه. حل ثاني فيش، ليش؟ لانه ما بنقدرش نستنى فقط نعم بلجيكا انها توفر لجميع الدول لقاح فايزر نعم او موديرنا شركه واحده، عشان هيك لازم الكل يشتغل مع بعض. وضحت الصورة دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، كنت معنا من العاصمة الإيطالية روما، شكرا جزيلا لك.